ايبو جاب جول، انت بتلعب تيشيرت ليه؟ يعني نبدأ كده الحلقة بقى سخنين جدا. كنت بلعب من غير تيشيرت اصلا. ده هو قال لي بص انا لعبت تيشيرت. الفرحة بتبقى جميلة. لا بص، هو يعني انا في الوقت ده يمكن انا كنت على طول مقيم مع خالد في حياته كلها، ما بنسيبش بعض حتى في المعسكرات قاعدين مع بعض. فانا كان اي جون، لا هو اي جون بيجيبه كنت بفرح له يعني اكتر من نفسي. يعني انا لو جبت جون ما افرحش زي ما انت هو. انت اصلا شخصيه جميله، ربنا يكرمك والله بجد. لا بيبو من الناس اللي في حياتي، يعني هو يمكن يقول اكتر مني في الحاجات دي. انا ما باخدش قرار في حياتي لما اتصل بيه. حتى لما كنت اروح اي نادي بعد الاهلي كنت اكلمه اقول له ايه رايك في النادي ده او النادي ده. طبعا هو كان بيقول لي الصح، لان انا بعتبره اخويا الكبير طول عمري. طب دلوقتي لما بتخلص لعيبه والفلوس وكده بت لا دي اسرار مالهاش حد. لا ده انا احكي لك برضو حاجه عن احمد. من كتر ما انا كنت يعني معاه، انا يعني احمد انا بحبه جدا. وعلى فكره في لعيبه كده تبقى في الفرقه بتبقى مبسوطه لكل الناس. احمد كان من الشخصيات دي اللي هو ما بيفكرش ازاي هو يبقى كويس في الماتش او ان هو يطلع ياخد اكبر مكاسب من المباراه. فكان بيفرح لينا كلنا. اي حد بيجي تلاقي اول واحد بيروح له احمد سيد. وكان امير عبد الحميد بصراحه، يعني امير كان هو واقف مستنينا. يعني امير كان بيقول للناس كلها جيب اجوان عشان يجوا له، يعني عشان يجوا له 11 لعيب. كان بيقول ال 11 بالفرقه الثانيه. شكلك مش هيمسك نفسه. لا انا هسخنه لك. احمد سيد كان بيجي لي كل يوم، هو كان في المانيا وانا كنت في مانسين. جات لي فتره انا كنت عندي مشكله في ركبتي، كان بيجي لي كل يوم من المانيا، يجيني لغايه شهاب، ياخدني لغايه المانيا، اخد حقنه عشان ركبتي، كان عشان كانت ركبتي فيها مشكله، يرجعني تاني المنزيم. مره الحقنه دي جابت لي حساسيه. عارف بتحول الحقنه دي ناس على حساسيه بتنفخ الوش. والله جابت لي حساسيه. فبعد ما انا راجع معاه انا حاسس ان انا مش مظبوط. فبقول له يا احمد انا حاسس الجو كان حلو. بقول له يا احمد حاسس انا سخنت. قال لي لا ما تخافش كنت لابس ايس كاب. فبقول له انا حاسس انا مش مظبوط. يقول لي لا ما فيش مشكله. هو كان عنده مشوار فعايز يقلبني ويمشي. فبيقول لي ما فيش مشكله. انت كويس. وبعدين ايه، فراح موصلني لغايه البيت وايه وراح نزل يعني جري. فانا طبعا ايه بعد ما طلعت، فاول ما بصيت في المرايه لقيت ايه وداني كده طلع لها حبوب ووشي حبوب. وابتديت بقى ايه وشي احمر وحبوب طلعت في وشي. اكلمه انه يرد. انا عارف ان هي بتعمل كده. اكلمه انه يرد. هو طبعا طار. بس رحت بقى ايه في الاخر بعد ما رحت بقى شد. انت بتسهبل؟ انا تعبان تعال الحقني. قال لي في ايه؟ قلت له انا سخنت. فراح راجع لي جري خدني. رحنا مكلمين الدكتور ايهاب. قلت له يا دكتور الحقني، ده انا بعزل. قال لك هي بتعمل كده. فراح ما قال لي لا اطلع. قال لي هي بتعمل كده الحقنة. يعني حصلت لميتعب برضه. ميتعب على طول كان بياخدها. بس هي ناس وناس. انا باخدها على طول. لا هي انا كنت اخدت مثلا 10 حقن في ال 11 هي اللي تعبتني. صعبه جدا لما بتعمل حساسيه. صعبه جدا. بس الموقف ساعتها تعالى ورحت شاتمه بقى انت بتستهبل. قال لي طب انا جاي يعني متضايق. راح راجع لي. راح مكلم الدكتور ابراح مرجعني المانيوال تاني. خدنا الحقنه وكان يوم بقى بات معايا اليوم ده. وكل شويه احط لي تلج على وشي. ده كويس ان هو جالك احمد. لما بيضحي خلي بالك بمشوار. بيبيع ده اخويا. ده شخصيه جميله جدا. انا عايز احكي لك على موقف بقى مع خالد.